حجم التحديات. التحديات دي شيء مهم ان احنا حتى نبقى احنا لامسين ان احنا عندنا تحدي، وانه الدوله او المجتمع عمره ما هينهض غير بينا. اتكلم امبارح كان في رسائل مهمه جدا خرجت من المؤتمر، طبعا هتكلم على الجزء المتعلق طبعا بالتكريمات والشباب الجميل اللي احنا شفناهم امبارح، اللي هم مثال للتحدي والقوه والاراده، اللي هو لما تيجي تفكر تقول ايه ودايما كنت اقول لكم ايه، الاعاقه مش اعاقه جسد، مش اعاقه ممكن يبقى حد لا قدر الله قدراته حتى العقليه، احنا يقول لك انه ذوي احتياجات خاصه او عنده نوع من انواع التاخر. انا بشوف ان كل المصطلحات دي ملهاش اي لازمه بصراحه، لانه الاعاقه الوحيده هي اعاقه الاراده، ان انت تبقى شخص اعقت ارادتك بنفسك، انت اللي لوحدك كده قررت انك تستسلم وما تكافحش في دنيتك ولا في حياتك. امبارح الرئيس كان بيتكلم على جزئية مهمة جدا، وقال انه احيانا بيبقى نوع من المؤامرة اللي الوطن بيتعرض لها هو نقص الوعي اللي موجود عندنا، نقص الوعي، فده ممكن يخليك انت تغلط. مش شرط انك تكون متآمر بالمناسبة على بلدك، مش شرط ان انت تكون متعمد الغلط، بس ممكن يكون نقص الوعي هو اللي خلانا بنغلط غصب عننا. عشان كده مطلوب مننا ان احنا نحاول نزود وعي بعض على قد ما نقدر. هضرب لكم مثال على سبيل المثال وليس الحصر. يوم الجمعه اللي فاتت صحينا كلنا من النوم على خبر انا بيه لربنا، استهداف طبعا كمين قنبله طبعا، وراح ضحيتها واستشهاد 6 من رجال الشرطه المصريه. ربنا يرحمهم يا رب ويسكنهم فسيح جناته احيانا عند ربهم يرزقون. الشرطه المصريه والجيش المصري يعني لسنوات بيقدموا شهداء بيفدونا بدمهم، قاعدين هقعد احكي لكم اقول في ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه كتير، قاعدين وبنبقى نايمين وهم سهرانين وبيحمونا وحاجات كتير قوي. اللي حصل انه المارك بتاع الفيسبوك قرر ان هو يعمل تطبيق جديد عمره ما عمله قبل كده في منطقة الشرق الأوسط ولا الوطن العربي، وهو انه يعمل لك انت آمن ولا غير آمن. اللي حصل انه الاخ مارك، طبعا انتوا عارفين انه مارك ده عمره ما بيتحرك من نفسه، ده مبدئيا يعني شركة الفيسبوك، عشان لما بقعد اقول لكم الفيسبوك الشركة دي عمرها ما بتتحرك من نفسها، الشركة دي ليها ابعاد كتير قوي، غير ان مارك هو مؤسس الفيسبوك ده ماشي، الراجل اللي هو كل يوم بيدخل جيبه ملايين من المصايب اللي بتحصل عن طريق الفيسبوك والسوشيال ميديا. هتقولي السوشيال ميديا ساهمت في ان احنا ثورة يناير وتجمعنا، هقول لك طبعا انا عارفة انه ده حصل، بس الكوارث اللي بتحصل من السوشيال ميديا اكتر كتير جدا من الفوائد اللي بتعود علينا، لان احنا استخداماتنا لمواقع السوشيال ميديا غلط، طبيعة الثقافة بتاعتنا بتخلينا نستخدمها بشكل غلط. المهم عشان ما اطولش عليكم، مارك عمل الخدمه دي ليه ما اعرفش، ومع الحادثه دي بالذات الحقيقه ما عنديش استنتاج غير ان انا دايما ابقى مفترضه ان في نيه مش كويسه ناحيه مصر، وراح منزل التطبيق ده. كل الناس عملت ايه بدون ادنى وعي؟ دخل ايم سيف ايم سيف ايم سيف ايم سيف، ده عمل ايه بقى؟ سمع في العالم كله على شبكه التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ان مصر دي فيها كارثه، وطبعا في ناس قعدت تقوم بالواجب وتزود الدنيا حبتين، اللي هم طبعا احنا عارفينهم، اللي هو ما يهموش تصنيف مصر ايه. خلي بالك ان انت عندك في الجزئيه دي انتوا تخيلت ان هو ليه منزل التطبيق ده منطقه الهرم تزامن مع احتفالات راس السنه وعياد الميلاد، يعني في سياحه، يعني انت اديته التطبيق بتاع الاحداثيات اللي موجوده عندك في المنطقه لانك كنت بتدخل على اللوكيشن بتاعك وتشير وتدوس وتقول انا امن. ماشي، بتوع الهرم يعملوا كده اقول لك على عيني وعلى راسي من فوق، احتمال يكونوا بيطمنوا على بعض ومش عارفين يوصلوا لبعض، مع ان الموضوع طبعا انا بقول لكم يعني الحدث جلل وعندنا 6 شهداء من رجال الشرطه المصريه ورجال مصر، يعني ربنا يرحمهم مره ثانيه. ولكن انا لقيت ناس داخله من اسكندريه وناس داخله من الصعيد وناس داخله من اسماعيليه، ايه يا جماعه وانتوا كلكم كنتوا ساكنين في الهرم وانا مش واخده بالي؟
هل الناس كلها كانت موجودة في الهرم واحنا ما نعرفش؟ ده جزء من عدم الوعي، لان انت عندك مصر بتبص للخريطة بتاعت التصنيف الامن هتلاقي مصر في وسط، اللهم احفظنا، المناطق اللي متلونة على خريطة جوه افريقيا بالاحمر، وفي مناطق في اوروبا بالاصفر. ما هو درجات الامن هتلاقي مصر محطوط عليها مربع بالاخضر، يعني مصر بلد آمنة. فالسائح اللي عايز يجي مصر او المستثمر، من ضمن الحاجات اللي دايما بتبقى مؤشرات للتقييم او حتى استطلاع درجة امان البلد اللي احنا عايشين فيها، الجزء ده. فاحنا بدون لا وعي وبدون وعي اصلا، لا وعي ايه، وبدون وعي ابتدينا ندخل نساهم في هذا التطبيق. مع ان تركيا امبارح كان فيها انفجارين في اسطنبول والدنيا كانت مقلوبة وما شفناش الأتراك دخلوا عملوا الكلام ده. يعني لما حصل، هحكي لكم على واقع حصلت، ودي كان جزء من يعني ده أنا بقول يمكن الرئيس امبارح اتكلم عن الإعلام أو الصحافة أو إحنا الوعي بتاعنا. رئيسة الدنمارك كان في مؤتمر مرة وقالت لنا الموضوع ده زميلة صحفية وهي اللي حكيته. فرئيس الدنمارك وهي ماشية غصب عنها، وده عادي يعني احنا بني ادمين، اتكعبلت. شوفوا اتكعبلت. طبعا الصحفيين الدنماركيين ما نشروش الخبر اصلا، ما نشروهوش نهائي. ليه؟ لانه اعتبروا ان ده ممكن يتسبب في نوع من الاساءة لرمز الدولة. هل معنى كده انه صحفيين الدنمارك ما عندهمش حرية صحافة او ما عندهمش حرية اعلام او ما عندهمش قانون او ما عندهمش عندهم كل الكلام ده كله؟ ولكن ده نوع من انواع الوعي، ان انا قبل ما انشر الخبر بشوف ايه تأثيره على الناس، ايه تأثيره على المجتمع، ايه تأثيره على بلدي. وتم وهم وجهوا اللوم للزميلة الصحفية اللي نشرت الواقعة دي، والواقعة موجودة ومعروفة ومعروف مين الزميلة اللي تم لومها على الموضوع ده. تروح للإمارات مثلا هتلاقي ان الاثنين المصريين او يعني اللي احنا مالناش دعوة بيهم، اللي وقت ما حصلت الحريق بتاع برج خليفة صوروه نفسهم سيلفي ونشروه، تم ان هما جم وترحيلهم من الإمارات لانك تسببت في اساءة للدولة، تسببت في ان انت تنقل صورة وحشة عن الامارات في الاحتفالات براس السنة. انتوا هل انتوا متخيلين ان كل الدول اللي حوالينا دي بيحصلش فيها حاجات وحشة؟ بيحصل فيها مصايب، مصايب. بس كل صحفي وكل واحد ماسك قلم مش بداري، مش بدفن راسي في التراب، مش بعمل الكلام ده كله خالص، ولكن انا دايما بقيس مدى خطورة الشيء اللي انا بنقله. دي كانت جزء من الوعي اللي انا انت مش متآمر، انت اكيد مش عايز تنقل صوره بلدك وحشه بره، مش عايز حد يحس ان مصر غير امنه، لا انت عايز سياحه وعايز مستثمر وعايز كل حاجه بس عدم الوعي هو اللي خلى الناس دخلت عملت I'm safe. فخلاص انت بتعرف العالم كله، المفروض التطبيق ده معمول للدول اللي بيبقى فيها كوارث ويعني اللهم احفظنا، وانفجارات متتاليه يتعمل في حته زي اليابان، تسونامي مش عارفه ايه نزلوه في فرنسا لما كان في الانفجارات اللي موجوده في فرنسا، لكن في مصر يعني مش معنى الحادثه دي بالذات والتوقيت ده بالذات صعب ان انا اقتنع انه كان في نوايا حسنه تجاه الموضوع ده. خلينا نروح بقى للحاجات الحلوه. امبارح طبعا شفنا تكريمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الشباب والرموز الجميله. احنا واحنا بنشوف البطل